ودلوقتي استاذ الحوار ان احنا عاملين حاجه كده بسيطه لحضارتنا. طب انا عاوزين نكرم الراجل اللي فيها بتاع عصرك بعد اقرار ليكم عشان انتم معاك كنت مقبول ازاي يعني دكتور؟ امبارح اقسم بالله اقسمت بالله كان نايم على نفسه لغايه الساعه 3 بالليل بقول له خش بقى في اي حته قال لي مش هنام الا لما احب السواقين يطلع. طبعا في شهادة تهديد كبيرة أوي يا رجالة، مش بالورق بالفعل. الست اللي تعبت معانا وبقت سماصة ربنا قبل كل شيء، ثم هي وطهرنا أختي الكبيرة، وكانت تخش معايا الوزارات وتخش كل حتة أنا بقدر لو عليك. لو أنت عاوز تضرب أي واحد في الشيش بضربه عشان تخسر فيه بهنيتي بقالها 35 سنة. أختي الكبيرة مواليد، أختي الكبيرة